برضو النهاردة كان في اجتماع أو التقى رئيس الجمهورية في مقر الرئاسة مع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية بحضور دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيضا بحضور المهندس هاني عازر عضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر. نفهم إيه اللي حصل في هذا اللقاء. معي على التليفون أستاذ أحمد سامي متولي محرر شؤون الرئاسة بجريدة الأهرام. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور استاذ رغد. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ احمد. يعني اعرف برضو معلوماتك وايه اللي تم طرحه من خلال هذا اللقاء والاتفاق على ايه. يعني هو الاول بس نحب نوضح ان اللقاء دوت تم في اطار النتائج اللي طلع بيها المؤتمر الاقتصادي اللي كان في شرم الشيخ الشهر اللي فات. رئيس الشركه دوت اللي طبعا كلنا سمعنا على الملأ ان هو قاعد مع الرئيس السيسي في المؤتمر، ورئيس السيسي استطاع بالتفاوض معاه ان هو ينزل حوالي نص مليار يورو من الاتفاقيات اللي بتتم مع الشركه دي في مصلحه الاقتصاد المصري، غير ان هو بيقلل فترات الانتاج الكهرباء او المصانع اللي هتتعمل حوالي سنه او سنه ونص، يعني بدل 3 سنين بيبقى سنه ونص. تمام. النهارده ده كان اللقاء في اطار المتابعه اللي هي اهم شيء، المتابعه طبعا قرارات الحاجات اللي نتجت عن المؤتمر. يعني بدون المتابعة ده كأن لم يكن المؤتمر دوت، دي أهم حاجة. وفي آلية مجلس الوزراء لمتابعة الحاجات دي على مدار أسبوعي بتعرض على رئيس الجمهورية ما تم خلال كل أسبوع المشروعات اللي ناتجة عن المؤتمر. بالنسبة للقاء النهاردة في الشركة طبعا هتشارك في ثلاث محطات كهرباء كبرى، دي هتوفر حوالي 13 ميجاوات بالضبط ميجاوات. دي طبعا بتمثل بتسد لنا حاجه كبيره جدا من الكهرباء، لان احنا عندنا حوالي 4000 ميجاوات عجز اللي بيعملوا دايما الموضوع بتاع. سمعنا دلوقتي دكتور محمد اليماني وهو هيقول لنا التفاصيل بقى دي حتته. لكن بشكل عام برضو يعني ان شاء الله الرئيس عبد الفتاح السيسي كان تلقى دعوه لزياره برلين، يعني يتجه لالمانيا، فالطرح ده خلال اللقاء وتم التاكيد عليه، مش كده استاذ احمد؟ بالظبط، هو فعلا حمل رساله من المستشاره الالمانيه بتحياتها وتقديرها للرئيس. تمام. واعرب عن تطلع المستشاره بزياره برلين اللي هي هتبقى في النص تقريبا الثاني من الشهر القادم. تمام. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد. احمد سامي متولي محرر شؤون الرئاسه بالاهرام، شكرا لحضرتك. بينضم لي على التليفون زي ما قلت معانا دكتور محمد اليماني متحدث باسم وزاره الكهرباء. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير استاذه لبنى، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك. قبل ما اسالك على النور اللي عمال يتقطع كل ساعتين هنا في المدينه وخايفين يتقطع علينا على الهواء، خلينا الاول على الثلاث محطات ان شاء الله اللي تم التعاقد عليهم مع المانيا او مع شركه سيمنز تحديدا. اهميه هذه المحطات وازاي هتوفر او يعني هيبقى في انتظام كده في الكهرباء ان شاء الله. اولا تحياتي لحضرتك ولمشاهدي البرنامج الكرام وانا احدهم. عايز اكد بس ان احنا شرفنا بحضور المؤتمر الاقتصادي مؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري في شرم الشيخ. وكان في اجندتنا الحقيقه هو محطه واحده 4400 ميجا بالتعاون مع شركه سيمنز العالميه بنظام الدوره المركبه، لكن الحقيقه تدخل السيد الرئيس وما اعلنه في خطابه في ختام المؤتمر انه هيتم بالاتفاق مع شركه سيمنز تنفيذ ثلاث محطات قدره كل واحده فيهم 4400 ميجا وات، وكمان تقصير المده وتقليل التكلفه، فكان الحقيقه على قمه الانجازات اللي تمت بالاضافه الى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في شرم الشيخ. لقاء اليوم بياتي في اطار التنسيق مع يعني شركه سيمنز والمتابعه مع السيد الرئيس على المشروعات اللي تم توقيعها في مقدمتها هذا المشروع الان. احنا عندنا يعني المتابعه يعني ايه يا دكتور محمد؟ يعني ابتدينا التنفيذ بالفعل ولا لسه يعني؟ لا يا فندم، ابتدينا التنفيذ، بتبقى في امور عند التنفيذ على الارض بتبقى في لها متطلبات معينه، بس ابتدينا بالظبط تيسيرات، يعني مزيد من التيسيرات بالظبط كده. فطبعا في امور مش كل القرارات بتبقى في يد وزاره الكهرباء، بتبقى في قرارات سياديه بتيسر الامور علشان جميع الجهات ما يكونش قدامها اي معوقات.
علشان كده بطمن حضرتك ان شاء الله ان احنا بالفعل هناك العمل على الارض بتم بالفعل، وان شاء الله يعني هذه الخطوه تتكلم عن 13200 ميجا، واحنا في ازمه طاقه، واحنا بنبقى سعداء ان احنا لو عندنا حتى 3000 ميجا زياده هتساعد الى حد كبير، لكن احنا ان شاء الله ده هيفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في كافه القطاعات. تمام.